فصالح سليم كان في ناس ما بتحبهوش لنجاحه، لشخصيته، لشخصيته القوية، صحيح. ما بيحبوش. فكانوا بيخترعوا أشياء زي القصة اللي احنا حكيناها بتاع انت صالح بيقول للجريدة الفلانية انت عارف انت بتكلم مين، حاجة زي كده. لكن الحقيقة انا ما شفتش حد طبيعي، بسيط جدا، متصالح مع نفسه قوي الا زي صالح سليم. انا ما شفتش. وقبل ما انسى هنا هحكي على قصه انه صالح سليم اللي كان بيتهم بالديكتاتوريه، يعني شاءت الظروف ان انا مضطر اسيب مصر عشان اروح الى فرنسا. وانا كنت وقتها مدير تحرير الاهلي مع الكابتن نعمان، فطلب مني ان انا ارشح حد من الزملاء اللي معانا عشان يتولى المسؤوليه معايا. فرشحت حد، فكابتن نعمان برضو في تصرف من تصرف النبلاء قال لي انا لن ابلغ صالح سليم، انت اللي هتبلغه. ورحنا، وكان قبل سفر انا بثلاث اربع ايام النادي، وكان في ناس كتير. ف انا دخلت على الكابتن صالح وقلت له ايه، انا مسافر وهغيب، فبرشح الزميل فلان الفلان. فقام بص كده وحاول ان اتذكر، قال مش ده بيشتمني كتير. فانا قلت له الحقيقه لا، وبعدين هو يعني هو ينفع انه هيبقى حد بيشتم حضرتك كتير؟ فانا اقول لحضرتك يجي يبقى هو مسؤول في مجله الاهلي؟ قال لي ونعمان موافق؟ قلت له طبعا، هو بس طلب مني ان انا ابلغ حضرتك. قال يعني نعمان موافق وانت اللي مختار؟ قلت له قال يبقى خلاص، يبقى الموضوع منتهي، لان انتوا اللي بتفهموا في ده. صحيح. فقلت له بس انت ايه حكايه بيشتمني؟ وهو فاتضح انه في التباس. فوضح ان في لبس في في الاسم. لكنه اضاف، قال افرض ان هو كان بيشتمني وانتوا شايفين ان هو مفيد لمجله الاهلي، فليكن، يبقى خلاص. ليه؟ لانه انتوا يعني في المكان ده لانه كنتوا بتعرف فيه، انا مش بعرف، انا لا اعرف هذا الموضوع. فقراركم هو اللي يبقى صح. اذا طلع ما بيشتمنيش هتبقى حاجه كويسه. بهذه البساطه. بعديها وانا في فرحه في فرنسا، راجع في اجازه، اجازه بسيطه يعني. فطبعا كنت يعني انا ارجع بمطار اشوف النادي الاهلي قبل ما اشوف بيتنا. فرحت على النادي الاهلي وكان الكابتن صالح كان موجود، وقعد يكلمني يعني اخبارك ايه وكذا وبتاع، وانت وحشنا كتير. المهم وانا همشي بقى يعني بالليل في المكان اللي هو بيقعد فيه، اللي هو بيقعد فيه كل الاعضاء، اللي هو في التراس، المكان اللي كان بيقعد فيه وكل الناس تجيله، زيه زي اي عضو يعني. فانا بقول له اشوف وش حضرتك على خير؟ قال لي لا تعالى اديني العنوان. قلت له عنوان ايه؟ قال عنوانك في باريس. فانا بيني وبين نفسي قلت شفت المجامله. وقلت له العنوان كذا كذا كذا. قال لي اكتب ورقه. كتبتها في ورقه واديتها لي. انا بيني وبين نفسي نسيت. لا مش حكايه نسيت، ايه المجامله؟ لا هيعمل ايه هو بالعنوان يعني. رجعت باريس وبعد حوالي شهرين ولا حاجه لقيت التليفون بيرد وحد بيقول لي انا صالح سليم. انا ما صدقتش، افتكرت حد بيهزر معايا. فقلت له يا فلان ما تهزرش. قال لي يا حامد انا صالح سليم. قلت له طيب حضرتك فين؟ حضرتك موجود فين؟ قال لي لا انا في الطريق. قال انا في الطريق.
قلت له عشان بس ايه 5 دقايق كده اكون انا ايه واقف قدام الباب بتاع البيت. لان طبعا البيت كان استوديو صغير جدا في باريس القديمه وحاجه لا تليق يعني. انا وجهه نظري كده حاجه بتاعت مبتعث. وانا في هذه الفوره الانفعاليه وخدت دش بسرعه وبلبس لقيت باب الشقه بتاعتي الاستوديو بتاعي بفتح لقيت كابتن صالح سليم. هناك الابواب بتاعت المداخل العمارات لازم يا اما يكون معاك المفتاح يا اما حد يفتح لك. يعني انت طالع لابراهيم فبتدوس على الرقم ده ابراهيم اللي هو الانتركم بس اللي هو قديم قوي. فهو عارف كل القصص دي فهو مستني لانه هو ما كان بيكلمني كان من الكشك بتاع التليفون اللي تحت. طبعا ما كانش فيه موبايلات ولا كده. فانتظر لغايه ما حد جه من السكان يعني دخل فهو دخل معاه لانه عارف يعني او حاس بان انا بقول له انا عايز انزل عشان اقابلك في الشارع انه قد يكون لدي يعني ايه نوع من الشعور الخجل او كده يعني. فلقيته قدامي فانا وقفت دقيقتين فعلا مش مبالغه يعني 120 ثانيه فعلا انا مش عارف اقول ايه طب ولا اعمل ايه. قال لي مش هتقول لي ادخل. قلت له طبعا اتفضل يا كابتن مش هتعمل لي قهوه. انا كان عندي كرسي واحد وسرير صغير كده. فدخل وبدا يتحدث بكثير من ال الاعجاب بالمكان جبر خواطر وانت قاعد في كل دي لوحدك. وده انا لما كنا بنيجي هنا في الشارع ده كنا بنيجي بنبقى بالخمسه سته قاعدين انا مش عارف ما بقتش عارف اقول ايه. قال فين القهوه؟ قلت له هتشرب القهوه اللي انا هعملها يعني؟ قال لي طبعا. فعملت نسكافيه وكده شربنا النسكافيه وبعدين نزلنا وسرنا سويا حوالي 8 ساعات في شوارع باريس وانهينا الجوله في على قهوه في الشانزليزيه. وكان هو حريص ان يترك لي شرف ان اكون انا الداعي الى انه خلاص احنا هنمشي. ف كنا رحنا في تاكسي فقال لي قلت له ايه هو حضرتك البيت فين؟ فقال لي على اسم ميدان. يعني ميدان ده زي ما اقول لك انا مثلا ميدان الدقي وهو ساكن في فيلا في الزمالك. ميدان الدقي وهيمشي كل ده عشان يوصل الزمالك. فقلت له طيب احنا هنركب. قال لي لا بص هتنزلنا الاول وبعدين انت تكمل يعني انت تقول للسواق عنوانك انت. فجينا في الميدان قلت له اني شارع؟ قال لي لا بس انا عايز اتمشى. لاعلم بعدها ان هو قاعد في يعني فيلا ابعد من الميدان شقه لا شقه في مكان راقي جدا بس هو مش عايز يعني يخليني اعمل المقارنه دي. انا مبتعث وحاجه صغيره يعني فمش عايز نحط ده خالص. مش عايزنا نحط ده. والحقيقه كانت انسان برضه. هو ده الانسان. ايوه هو ده الانسان والبسيط. اقول له ناكل ايه يقول اللي انت عايزه ناكل اي حاجه نشرب اي حاجه. الحوارات بيتكلم في كل الاشياء. اعجب حاجه في ده كانت بالنسبه لنا انه ساعه ما كان بيقول لي اديني العنوان هو كان صادقا. قال لي انا هاجي لك. انا خدتها انها مجامله. لكنه ما عندوش هو ما عندوش المجامله. هو يكفي ان يحب ما عندوش مجامله. يعني ما يقولش هو حاجه خلاص. هو لا يقول الا ما يريد ان يقول. وعشان كده على فكره حصلت فتره خصام بيني وبين المايسترو شهرين. خصام في خصام حصل بيني وبينه شهرين. ده الفتره الاخيره
لا يعني في نفس الفتره دي. لانه احنا اتفقت. انا كنت بكلمه في حاجه فهو قال لي مش عايز اتكلم فيها. انا بكلمه في حاجه هو مش عايز يتكلم فيها, فانا كتبت اللي هو مش عايز يطلع. لا, المعلومات مش على لسانه. كتبت معلومات عن هذه العلاقه وهو عرف فزعل مني جدا. وعلى فكره كنت انا عايزه يتكلم عن علاقته بعبد الحليم حافظ وراه والاسباب, وان هو مش حابب الحكايه دي, مش حابب يتقال كلام في هذا في النقطه دي يعني. فانا على لسان حد تاني اتكلم عن هذه العلاقه. فاعتبر ان انت مصدر المعلومات. لا, هو زعل لانه قال لي السبب الحقيقي, وانا بالنسبه لي كانت الحكايه صحافه. طب فقعد يشوفني ما يردش عليا, فتره طويله جدا. ففي الاخر قلت له يا مايسترو انت زعلان مني بقوه ليه؟ انا نسيت. فقال لي انت قلت لي كذا وانا قلت لك كذا وانت عملت كذا. قلت له انا بعتذر جدا, بس انا الكلام اللي انا قلته مش على لسان حضرتك. قال لي قال بس الموضوع يخصني وانت عرفت الاصل, عرفت الحقيقه, فكان خلاص ملهاش لازمه. ملهاش لازمه. كنت صديقا ولم اعد يعني في الفتره الاخيره من حياته. فانا ازاي اقول حاجه غير صحيحه؟ شفت ال يعني حاجه قد تبدو بسيطه, بس هو بيقول انا ما احبش اقول الا الحقيقه. انا كنت, وانا مش عايز اقول حاجه وحشه. الراجل متوفي خلاص, فما جيبش سيره. لكن ما اقولش والعلاقه قديمه كنا اصدقاء وكنا حبايب.